على الجانب الآخر كان الفريق الياباني يجري استعداداته للمباراة. هذه الاستعدادات حضرها كادر إعلامي ياباني كثيف، فالفريق الياباني والذي سحق المنتخب الفلسطيني برباعية في بداية مشواره يعلم أن الفوز وحده يضمن له التأهل إلى الدور التالي. The next game will be very tough for Japan, and but I think Japan is now playing better and better, so the game will be very interesting one. توالت تدريبات أسود الرافدين استعدادا لملاقاة مقاتلي الساموراي المنتخب الياباني، حيث طوال لاعبون صفعة مباراة الأردن وبات التركيز منصبا على مباراة اليابان. قبل الوحدة التدريبية احتفل اللاعبون بقائدهم يونس محمود بمناسبة تواجده للمرة الرابعة في بطولة أمم آسيا. كيف كل واحد تكون عنده مناسبة، طبعا أكيد أنا أشكرهم وأشكر أخوان اللاعبين على هذا الشيء، وهذا أكيد إذا دلدل على الروح الوحدة للمنتخب العراقي. Thank you.
اللاعبين الآن يستشعرون بهذه المسؤولية ويعرفون أنه مسؤولية المباريات القادمة أمام منتخب اليابان راح تكون أكثر جدية من ذي قبل. ثقتنا عالية باللاعبين والكادر التدريبي على أنه يكونون حاضرين في مباراة اليابان، خصوصا بعد اطلاع الكادر التدريبي على مباريات منتخب اليابان وفلسطين. أكيد شخصوا بعض الأشياء اللي ممكن تخدم مسيرة المنتخب في هذه المباراة. فريق اليابان هو مو مستحيل أنه احنا نقدر نوقف هذا الفريق. الكادر الفني في عمل تام الآن، ومشاهدة أفلام كثيرة من مباريات المنتخب الياباني، وإن شاء الله توضع الخطة المناسبة لهذا الفريق. مباراة تعتبر قمة للمجموعة، فريق عنده 3 نقاط، كل فريق عنده 3 نقاط. فريق اليابان فريق جيد متطور، عنده استراتيجية طويلة الأمد، يحاول قدر الإمكان أنه يكون في المقدمة، عند لاعبين يلعبون في دوريات أوروبية، لكنه لا يمكن ولا يجب أن نعطيه أكثر كثير، يعني احترام الفريق المنافس واجب. ان شاء الله احنا مباراة اليابان مباراة مستعدين لها، كل اللاعبين نفسيات ان شاء الله نفسيات جيدة، نتمنى التوفيق للاعبين لكادرنا التدريبي. تعرف المباراة صعبة للفريق، بس ان شاء الله احنا جاي مفوز والفريق الياباني جاي مفوز، نتمنى التوفيق لمنتخبنا، منتخبنا ان شاء الله جاهز للمباراة والله وفقهم، وان شاء الله ما يقصرون ضد اليابان، واحنا كجمهور عراقي جدا جدا متفائلين بهم، ونحس هالمرة راح يعيدوننا امجاد 2007 ويقدرون يسوون فتشي ويفرحون الشعب العراقي، ونقول للشعب العراقي هناك ببغداد وبكل أنحاء العراق إن شاء الله هذا الكاس يرجع لبغداد ويفر العراق من الشمال للجنوب ويفرحهم، وإحنا هنا راح نكون قدها وقدود كجمهور وياهم للنهاية. يا الله حياك 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 العراقي حياك حياك العراقي حياك حياك العراقي حياك حياك العراقي حياك راسلين على الاستعداد كان مواجهة الكمبيوتر الياباني. هدف الفريق العراقي هو الخروج ولو بنقطة واحدة أمام الفريق الياباني اللي يمتلك لاعبين يلعبون في دوريات عالمية وأوروبية على مستوى عالي. إن شاء الله تمنياتنا كل التوفيق للأستاذ راسلين في تحقيق نتيجة طيبة، ولو احنا نأمل أن يقدم الفريق مستوى طيب يرضي الجماهير العراقية اللي تنتظر منه الكثير بغض النظر عن النتيجة، ولكن همنا الوحيد والأخير هو خطف النقاط الثلاث والتأهل إلى دورة 8 وحجز التأهل مبكرا. هذا هدفنا، والمنافس سبقه على اللقب الآسيوي. الفريق الياباني لا نخفي انه فريق طموح يروح باللقب الثاني، ان شاء الله احنا نقدر ان نقدم علينا واللاعبين كلهم جاهزين لهذه المباراه. عندنا ثقه ورجعت لنا ثقه بعد الفوز الاول، ان شاء الله تكون هذه المباراه ممتعه لجمهورنا، ان شاء الله نكون بمستوى جيد. واجهة ليسن فريق سيل فريق الياباني صاحب بطولات صاحب إنجازات، قبل فترة كان في كأس العالم بنهاية كأس العالم، أعتقد فريق كبير، لكن إن شاء الله ضغطنا عليه بالكادر التدريبي واللاعبين إن شاء الله راح يكون نتيجة مهمة للفريق الياباني. تبقى مباراة فلسطين إن شاء الله، إحنا المهم تفكير نسعى الفريق الياباني، نفكر الفريق الياباني شو تقسم عدة فرق في سبيل ضغط عليه فريق وضغط عليه دائما، يعني نقول النتيجة إن شاء الله راح نفوز على الصراحة. لكن احنا نحترم المنتخب الياباني وحق مشروع كل الفرق، إن شاء الله يا رب هاي المباراة نقدم بس مستوى طيب وجميع اللاعبين جاهزين، ونتمنى الله يوفقنا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله ديارة شخبارك؟ والله الحمد لله، إنه يعني تعرف إنه الأوضاع تعبانة، بس إنه هاي الأجواء اللي بالبطولة شوي ناسين الأوضاع،
ان شاء الله يا رب ننتزع الفرحه عن طريق هالبطوله ان شاء الله يا رب. شو توجه يعني من مسج والله اكيد انه صار لي فتره كلش طويله ما شايفهم، صار لك جهد تقريبا صار لي سنه ما شايفهم، ما شايف اهلي، ما شايف اصدقائي، ما شايف منطقتي، وتعرف الاوضاع اللي صارت، هواي هواي مشتاق لهم، اتحملوا ان شاء الله نضرب شيء ان شاء الله الفرحه تجي يا رب، وان شاء الله نقدر نفرح عن طريق هالبطوله ان شاء الله يا رب. نتمنى دعواتكم ومساعدتكم للمنتخب العراقي يا رب ان شاء الله. يوم المباراة 16 من نفس الشهر اجتمع رئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود ورئيس الوفد علي جبار بنائب رئيس الاتحاد الياباني كوراتاشيما، حيث تبادل الأطراف الهدايا واتفقوا على العديد من الأمور في هذا الاجتماع المهم. احنا مسرورين جدا ان نلتقي برئيس الاتحاد الياباني. It's a privilege to meet with you today. وانا علاقاتنا ليس يوم بل صار لنا اكثر من 20 سنه علاقات موجوده مع اليابان. We have a good relationship with Japan, not today, it's been a long time, more than 20 years. هو انا ما لنا علاقه بمنو يفوز ومنو يخسر بالمباراه، عاديه علاقات تبقى كعلاقاتنا. Today whoever wins or loses doesn't matter, we always gonna stay as friends and we gonna stay together. عندنا مهمه الان لازم تنسيقك بيننا وبينهم كانتخابات الاتحاد الاصيل. Of course there has to be an agreement between us and you guys regarding the AFC elections. Yeah. ممكن انتم مرشح، احنا عندنا مرشح، لازم يكون التنسيق والتنسيق على مستوى عالي يكون في الانتخابات. Maybe you guys will have someone nominate themselves for the AFC elections. Okay, or we have, or maybe we have someone ourselves so we can work together. Yes. الان هذا القعده قبل بالانتخابات ايضا نلتقي بمكان سواء كان في يابان او في العراق او في اي مكان اخر، يعني نلتقي وحتى ننسق تنسيق كامل حول انتخابات المكتب التنفيذي. Okay, we'll meeting here today. Hopefully we can meet again maybe in Japan or in Iraq or somewhere else. Yes. To work together regarding the elections of the AFC. Yes. شكرا جزيلا. Thank you. شكرا بريزيدنت. First of all, this vice president of this vice president also the head of delegation. Now, first of all, I'm so thankful to meet, to take your time. The very important match day before the match. طبعا أشكرك لوجودك اليوم ويانا، أنت هي يوم مهم إنه أكو مباراة وأنت مشغول، بس أشكرك إنه يرتاح الوقت. The president already mentioned Iraq and Japan, long time history, is very good relationship. And both team is always strong in the AFC. فما قلت إنه هناك تاريخ بين العراق واليابان، أكو علاقة قوية بين الطرفين، ودائما العراق واليابان فرق اللي دائما تنافس على اللقب. And in Incheon, we lost against you, yeah. 2-0-2, yeah. يقول تاريخ الاثنين تعادوا بهم وطلعتهم كأس العالم بوقتها. Yeah. علاقة تاريخ بيناتكم. And thank you very much for talking about the election. Yeah, I will run for the FIFA Expo. I will visit in April. You want to visit? Yes, in Baghdad. Yeah. Okay. I just spoke with Ambassador Nashida in Baghdad. Yeah.
and I will visit to the April. Yeah. تكلم مع السفير الياباني في بغداد وقال إن هناك هتكون إلى زيارة في أربيل قريب. Yeah, that time is we were talking. Yeah, how are you? Yeah, yeah. He lives in Erbil, so he lives actually in Erbil. Yeah. So you guys can meet in Erbil and discuss more details. Yeah. And how about the your local league or some in football players, almost player playing in Iraqi? Yeah. يقول إنه المنتخب أكثر اللاعبين المتواجدين هم يلعبون بالدوري العراقي يعني؟ نعم أكثر يلعبون في الدوري العراقي، بعض اللاعبين عندنا فت أربعة خمسة يلعبون في دوريات أوروبية أو البلدان العربية. We have most of our players that play in the Iraqi league. We have players that play, you know, outside Iraq either can be in the European or American. We have players that play in America. So we have a mixture. Yeah. England, in America, in Sweden, Holland, Emirat, Qatar. So we have a mixture of the players. Yeah. Very good. And, أنا فقط مو هذا مباراة رسمية، أنا لقاءات ودية أيضا نلعب في يابان أو من ترفع العذاب هم يجون للعراق إن شاء الله على مستوى المنتخب الوطني والبقية المنتخبات أيضا. We want also to talk about you know, friendly matches between Japan and Iraq. Yes. It can be either played in Japan or hopefully if the sanctions on Iraq will be lifted, you can always you're welcome to come to Iraq and play in Iraq. أو في مجال التدريب هم متطورين أكثر من العراق، نريد أيضا مدربينا نبعث لهم إذا أنتم دورات تدريبية حتى أيضا يستفادوا من دورات. Also you guys are very you know, high levels of training. You know, but hopefully that you know, if there's a chance, we can send our coaching staff for training camps in Japan. Welcome, welcome, and we wanted to play against Iraq in Tokyo before this tournament. Yeah. He is arranged, but we are same group. Yeah, so that's why we could not play the Iraqi. كان يتمنون إنه تكون هناك مباراة ودية بين العراق واليابان في طوكيو قبل هذه البطولة، بس وقعنا في نفس المجموعة ما صار. بنشوف في فيفا داي هذا الموسم من الأربعة. Hopefully, you know, during FIFA days, we can organize a friendly match. Yes, but during FIFA already, maybe start we'll start the qualification game. For the World Cup. For the World Cup, if not same group, and he's charge for the matchmaking, and we will contact him. Okay. Yeah. يقول إذا ما وقع نفس المجموعة مال التصفيات إن شاء الله هتكون هناك لعبات ودية بيننا وبين. And of course, as Olympic teams under 22. Yes. يقول هناك أيضا المنتخب الأولمبي يقدر هناك. هو يقدر يقول له بنهاية الشهر الثاني أو بداية الشهر الثالث نلعب مباراتين ودية. He goes, most likely if you want, we can, actually we play at the end of February or the start of March with the Olympic team. So if you want, we can send you an official letter and you guys can take it in consideration. Oh, thank you very much. We will consider. And maybe we have already decided almost the schedule for the Olympic team, because our Olympic team is belong to the J League. Of course, the Olympic J League. Our J League started on 7th March. Okay. Started, and then we will direct to go to the Malaysia to the Olympic qualification game. But he will answer. Yeah. يقول بعثنا كتاب وإحنا نطلع على الكتاب. احنا صح رتبنا اكثر الجدول مالتنا للمنتخبات، بس احنا بعثنا كتاب وان شاء الله نطلع عليه. But President, very good propose to us for young players exchange program, or fortunately we have a Sport for Tomorrow program. We IOC Olympic Committee already decided Olympic Games will be held 2020 in Tokyo. Yeah. In Tokyo. Yeah, yeah. That's why yes, we'd like to invite all Asian countries, players, coaches. Before before the 2020. Yes. Okay. That's why. For training. Yeah, training. No training game or some two or three players. That's for the Asian Games.
No. Olympic Games. Olympic Games. Yes. Okay. Yeah. هتكون هناك في الأولمبياد في طوكيو 2020. فاحنا ندعي إنه كل المنتخبات واللاعبين وأيضا الكادر التدريبي اللي يجون تمرين الخبرة ويستفادوا من الاتحاد الياباني قبل البطولة إن شاء الله. And how about the women's team? We have a women's team, but they're not very well. They're not doing very well now. Maybe we can actually, you know, send the women's team to be coach coming. Maybe we can just نبعث the المدرب. المنتخب النساء اي والله انا هو مو النساء انا مو مثل او لا انا شويه تعرف الوضع العراق والمنتخبنا الجديد منتخب النسوي الجديد يحتاج الى دعمهم يحتاج الى خبرات اليابانيين معهم سواء كان في معسكرات تدريبية هناك يزجون معهم مدربين يابانيين حتى يستفادون منه. You know the situation in Iraq is not very good. Yes, I know. It's a very young team. You know, we just started recently. So hopefully we can work together. You know, they can make hopefully training camps and gain from your experience for these ladies. Very good ideas. President, just 2-3 minutes without media. No. Okay. جمهور عراقي كبير حضر إلى ملعب برزمن من أجل مؤازرة الفريق العراقي. ان شاء الله نفوز 2-1 او 2-0 ان شاء الله. احنا جينا من هوايه مناطق من استراليا لبريسبن اليوم بس حتى نحضر اللعبه مع المنتخب. الولد انه انا ما اعرفهم طبعا اليوم تعرفت عليهم الصبح بس احنا كنا جاي عند المنتخب. والله جينا احنا من سيدني من منطقه ليفربول صار لنا اسبوع هنا وجينا على المنتخب نشجع المنتخب وان شاء الله يا رب يفوز اليوم. اول احنا اسسنا الملعب واحنا نلعب يا يلعب بي غير سود الرافدين. احنا متعنين سيدني لاكيوزلاند 1200 كيلو بسياراتنا متعنين ما نرجع فشلانين. I'm from Brisbane and I'm supporting Iraq because they're a very entertaining team to watch and they're an enjoyable team to watch. Iraq, Iraq, woo! Iraq, woo! الجمهور الياباني بحسن نواته كان حاضرا أيضا من أجل تشجيع فريقه. I'm so sorry, but Japan will win. Sorry. Thank you.
between the last two champions of Asia, the 2007 winners Iraq taking on the defending champs Japan in a shootout for top spot in Group D. كانت المباراة التي قادها الحكم الإيراني علي رضا واحدة من أصعب المباريات على الفريق العراقي، وقد أخذت كثيرا من حيز التفكير كون الفوز وحده يضمن للعراق التأهل إلى الدور الثاني مباشرة، فقدم الفريق ما لديه، ولكن محاربو الساموراي انقضوا على الأسود بهدف اللاعب هوندا. Pays off for Japan. Honda for Japan. Kasim wants to play in Kalaf, knows he's got the pace. Goal side of Nagatomo, and the shot towards goal was weak in the end from Yunus Mahmoud. Lovely first touch from Honda and wonderful awareness. Oh, and he hits the crossbar on the follow-up, but he's not preferred. Right boot, what a strike that was from the superstar. And there's no time to whip another cross in. Japan win back-to-back games to start an Asian Cup campaign with a 1-0 triumph tonight against Iraq. طبعا النتيجة بالنسبة لنا احنا تحزننا، رغم انه الفريق الياباني فريق كبير فريق جيد وقدم مستوى عالي من الفرق المرشحة لتحقيق بطولة أمم آسيا، لكن اعتقد البداية وجهة نظري كانت المرتبكة بالنسبة لفريقنا، رغم تركيزنا وتنبيهنا للاعبين انه البداية تكون بداية جيدة وقوية الانطباع انه فريقنا يعني في وضع طبيعي هي اللي أهلت الفريق، هذا ما يعني نصادر جهود الفريق الياباني فريق جيد ووضع علينا أكثر من فرصة، بس اعتقد احنا في جملة من تفاصيل المباراة كنا جيدين ونقل كرة وكنا نت للفريق الياباني، أنا حتى شاهدت الفريق الياباني في آخر لحظة بدأ يحاول قدر الإمكان أنه يقتل وقت المباراة حتى الجو يعني نوعا ما صعب، بصورة عامة نتيجة غير مرضية لكن كأداء ممكن أفضل نوعا ما، ينطي انطباع وينطي للناس انطباع أنه الفريق ممكن بالمباراة الأخرى يقدم مستويات أكثر. البطاقة بقت على مباراة فلسطين لأن أنا كان توقعي قراءتنا أنه هو لآخر مباراة هي المباراة الحاسمة للتأهل أنا وجهة نظري. لا 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 ما صعبت، أنت تفوز 1-0 وإذا تتعادل وإذا الفريق الآخر يتعادل الفريق الفائز هو يتأهل، أنا أعتقد ما راح ندخل في حسابات ومتاهات، يجب أن نلعب للفوز مع فلسطين. ركلة الجزاء عادية ما أعتقد مشكوك بها لأنه دخول كان قوي على اللعب، حالة طبيعية الفريق، المباراة كبيرة، مباراة يعني صعبة صراحة على كثير من المنتخبات، لاعبين اكو خبراتهم قليلة، جاهزيتهم البدنية غير قليلة ما تسعفهم، بصورة او باخرى انا وجهة نظري راضى على الفريق وقدم مباراة جيدة وجهة نظري. قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله والشكر فريقنا قدم مستوى رائع، لاعبين لعبوا مستوى حلو، بس اعتقد ركلة جزاء مو ركلة جزاء مو صحيحة، ونتمنى من اللجنة التحكيمية ان توضع لهذا الحكم توضع يعني اجراء يعني ياخذ اجراء هذا الحكم، نتمنى التوفيق ان شاء الله مع فلسطين. اليوم صعبه لعبه اليابان، خوش فريق وتعرف عندهم لعيب بدوري ممتاز الماني ايطالي اسباني، فصعب علينا واحنا بعدنا صغار يعني فريق صغير، فان شاء الله في سنه سنتين تدريب صحيح نصعد للمستوى مالته. الرحمن الرحيم، هارد لك لفريقنا ولشعبنا بصراحه، الحمد لله انه قدمنا مباراه كبيره، ان شاء الله رب العالمين انه انطانا في الدافع معنوي هذه المباراه بصراحه في سبيل انه نخوض مباريات فلسطين بالصوره الصحيحه، الكادر التدريب وضع النقاط على الحروف، اعتقد انه مباراه فلسطين راح تكون سبب التاهل الفريق العراقي للدور الثاني، لكن بشرط انه الجماهير العراقيه تظل مسانده للمنتخب الوطني. والله الفريق قدم يعني مستوى طيب، بس الفريق الياباني فريق صعب للغاية، فريق يمتلك لاعبين على مستوى عالي أكثرهم يلعبون في دوريات أوروبية، إضافة إلى أنه الجو رطب يعني أثر علينا كثير، عندنا مباراة جاية مع الفريق الفلسطيني، يعني كنا نتأمل أنه نضمن تأهلنا للدور الثاني اليوم بحصولنا على نقطة أو ثلاث نقاط، بس الحمد لله والشكر عندنا مباراة جاية إن شاء الله نحصل على ثلاث نقاط إن شاء الله ونتأهل للدور الثاني. طبعا أكيد الكل يعرف أن مباراة اليوم كانت أحسن أداء ونتيجة من مباراة أداء في مباراة الأردن، وصلنا الهدف لكن ما حالفنا الحظ بتسجيل الأهداف،
اعتقد الفريق اخذ الثقه اللازمه انه يقدر يلعب كوره ويمشي. اعتقد هذه المباراه راح تفيد المنتخب العراقي بالادوار القادمه. الحمد لله والشكر، يعني المباراه كانت صعبه جدا. منتخب الياباني منتخب صعب، منتخب حامل اللقب وهو المرشح في هذه البطوله، يمكن مرشح مع من المرشحين الاقوياء في هذه البطوله. ادائنا كان يعني كان جيد، انا اعتبره جيد. في فترات معينه قدرنا انه نلعب كره قدم، قدرنا انه حتى نوصل لمرمى الفريق الياباني. كانت اكو رهبه من يعني موجوده انه منتخب الياباني لاعبين مستواهم عالي يلعبون في دوريات اوروبيه، بس يمكن مع مرور الوقت قدرنا نتعدى هذه المرحله وقدرنا نلعب كره الحمد لله. يعني a little bit easier than when we play against them last time in Japan in the qualifier of the World Cup, because they had the Zico before, and he knows about Japan many things. Today was a little bit easier for us, but we needed to score second or third goal today. Oh, I said it was a difficult game. Yeah, they played well. They know how to play, so we couldn't make many chances. So yeah, it was a question. What did you think of Mohamed Smaïd, the left back for Iraq? Yeah, he's good. I didn't play well. مباراة مع الفريق الياباني، الفريق الياباني طامح وجاي بقوة، هو بطل النسخة الماضية لبطولة آسيا، أنه يريد أنه يثبت أقدامه في هذه البطولة ويصعد على أول مجموعة. فازوا علينا 1-0، لم نقدم المستوى المطلوب. مباراة اليابان كانت يعني مباراة استطيع أن أقول لها تحصيل حاصل. العراق ما كان بحساباته أنه ممكن أن يفوز على المنتخب الياباني. المنتخب الياباني كان المنتخب المرعب في هذه البطولة، حتى فريق استراليا كان يعني يتجنب أن يلتقي باليابان، فرق كلها كانت تخشى اليابان حقيقة، فكان هو متسيد المجموعة قبل أن يبدأها. فالعراق يعني ما كنا مراهنين إحنا على أنه المنتخب العراقي مثلا يحقق نتيجة أمام اليابان، بس كنا مراهنين أن يظهر بمستوى على أقل تقدير المستوى الذي ظهر به أمام الأردن، خصوصا بعد أن أعاد الكادر التدريبي والهيئة المستشارين الذين كانوا مع الكابتن راضي شنيشن الثقة للجمهور العراقي بكادر المنتخب التدريبي. مباراة اليابان الحقيقة التغييرات التي حدثت أثرت على نتيجة المباراة. خسرنا 1-0 بالخطأ الذي ارتكبه علي عدنان بمنطقة الجزاء، ولكن ربحنا احترام الجمهور، لأن المدرب المكسيكي أنا أتذكر كنت حاضر أنا أيضا كصحفيين، إحنا كصحافة عراقية في استراليا حضرت في المؤتمر الصحفي الذي استمعت إليه وهو يقول أني يعني واجهت فريقا من الفرق الكبيرة في آسيا، وهذا أعطانا دفعة حقيقة معنوية. مباراة اليابان النتيجة 1-0 كانت يعني رغم أنه منتخبنا ما ظهر بالمستوى اللائق الحقيقي للكرة العراقية، بس أمام اليابان بهكذا بطولة كانت الخسارة 1-0 طبيعية جدا يعني، ولم نكن يعني كنا نتوقع أكثر. كل من موقعه عمل على دعم ومساندة المنتخب العراقي، فكما كان للجماهير والإعلام كان أيضا هنالك دور للفنان العراقي. أثناء تواجد المنتخب الوطني في استراليا في بطولة آسيا، أغلب لاعبين المنتخب هم من أصدقائنا وأحباب منه، فتولدت فكرة أغنيتي، أن أغنية للنجم مالك البابلي وأغنية للنجم لينا صارو. كتبت الأغنية بوقت كلش قصير يعني بقدوم المنتخب، وتمت الحان الأغنيتين من قبل الفنان مالك البابلي. هي كانت دعم للمنتخب العراقي وتواجده في بطولة آسيا اللي رفع اسم العراق عاليا ورفع راية الله أكبر عاليا في استراليا. فأغنية مالك البابلي أعتقد نزلت على الفضائيات وشافت الجميع، كانت دعم وتحشيد لهمم المنتخب. كان كلمات الأغنية يلا يا عراقي بدون تمري جيب الكاس لعيون الملايين، وين الكاس وين
عراقي يريد دينه. فخر صولاتكم ظلت مياشين، يلا يا عراق بدون تمرين. البصرة هلهلت لعيون بغداد، والموصل نختكم هاي الأولاد. ترى بداعة حليبكم، نريد الفرحة من عندكم. عراقي يبقى واحد مو عراقين، يلا يا عراق بدون تمرين. فأما فكرة الأغنية الثانية كانت نلتقي بمكان نلتقي به الفنانين والشعراء والرياضيين، فالتقيت بالفنان الذي نصار وكان فكرة قريبة بعض الشيء أنه هي تطلب من عن لسانها عراقية تمثل الأمرأة العراقية المغتربة والاضطهدت والهجرت، تطلب من العراقيين أن يأتوا بالفرح. فكان كلمات الأغنية يقول يا أهل الغيرة نزلوا طال بالساحة، يستاهل وطننا نطيب جراحة. عراقية ونختكم تريد الفوز منكم، محتاج العراق نجيب الأفراح. فوز الخاطر دموع اليتامى، أسودوا للنصر صرتوا علامة. أخذكم هاي الأولاد أمسح دموع بغداد، محتاج العراق نجيب الأفراح. يا أهل الغيرة نزلوا طال بالساحة. فكان الزمن العملي أن أثناء تواجد منتخب بلادي العزيز، وتحياتي إلى كل من رافق المنتخب وتحمل عنا السفر، وهذا أقل شيء نقدمه للعراق وللكرة العراقية والجمهور العراقي. ونريد نقول لهم إحنا ما مقطوعين عنكم، تواصلنا وحبل الود متواصل معكم أينما تحلون وأينما تكونون، لأن العراق في ضمائرنا. راح أرفعك يا علم دوم تاج، واللي يحبك يا وطن يكتب عراق. هذا الشيء يعني بسيط للمنتخب العراقي، فطلبت من الأستاذ حيدر أنه يكتب لي كلمات الأغنية حتى أسجلها، وكلمات كلش عجبتني يعني. صح يعني وقت قصير كان، بس يعني شيء طلع حلو يعني. إن شاء الله مثل ما يقولون نسوي شيء أحلى بعد بالجايات. فطرحت الأستاذ حيدر وكتب لي كلمات كلش يعني حلوة صارت وسجلناها، و إن شاء الله تعجبكم. فالأغنية كلش يعني كلماتها بسيطة ونفس الوقت يعني حنينة ودعم للمنتخب العراقي والشعب العراقي. إن شاء الله دائما نكون دائما منتصرين، مو بس باللعبات، كل شيء إن شاء الله. فراح أسمع كلمات الأغنية فد مقطع واحد، إن شاء الله تعجبكم. يا أهل الغيرة نزلوا بطال بالساحة، يستاهل وطننا نطيب جراحة. يا أهل الغيرة نزلوا بطال بالساحة، يستاهل وطننا نطيب جراحة. عراقية ونختكم تريد الفوز منكم، عراقية ونختكم تريد الفوز منكم، محتاج العراق نجيب لأفراحه.
محتاج العراق نطيب جراحه يا الخير.